فت على النادي كان عمري 50 سنة، فت أنا وحفيدي. صارت العالم تقول ليكو هي وحفيدة فتت على النادي. قلت له مش قادر يعمل مثلي، بده يحكي علي أوتوماتيكمون. اللي ما بيقدر يعمل مثلي بده يحكي علي. رقم لا يحق للإنسان أن يعيش ماضي مشؤوم، ولا يحق له أن يعيش مستقبل لم يكن في الحاضر. أنا اليوم هيدا عمري اليوم، واليوم قديش فيني حب، قديش فيني كون، وقديش فيني أعطي. يسمو الإنسان بقدر ما يعطي لا بقدر ما يأخذ. وخير الناس من فك كفيه وكف فكيه. أخذت حزام أسود في الكاراتيه. الأستاذ لما شافني بهالثقة في الكاراتيه أخذت حزام أسود ولعبت تنس. ما في لعبة رياضية إلا ما لعبت فيها. عالم ثاني، ولادة جديدة تخلق من أول وجديد، هي هاي الرياضة. أنا بعد بدي شغلة واحدة أعملها، تكون طيارة على علو حدود السماء وزد حالي من الطيارة وانزل على الأرض وارجع اطلع على السماء. شوفي هيدي بعد عندي هالأمنية. المرأة مش ضعيفة، الرجل هو اللي ضعيف. قال الإمام علي كرم الله وجهه، قال لهم أتيني برجال قلوبها نساء. المرأة ضعيفة، المرأة بدها حنان، المرأة بدها بدها ما بدها شيء، بدها ثقة بحالها وبس. إذا بتحبي ابنك، إذا بتحبي زوجك، إذا بتحبي إنك تضلي إنساني طيبة والعالم تحبك، حبي حالك، حبي حالك. إذا ما حبيتي حالك وعرفتي أنت شو بدك، ما حدا حيفهمك.